هل التخدير الكلي مفطر ويلزم المريض بالقضاء، مع أن المريض قد يزود بمحاليل وريدية وقد لا يزود؟ الكلام في هذه المسألة من وجهين: الوجه الأول غياب عقل المريض وتأثير ذلك على الصيام، الوجه الثاني المحاليل التي تدخل الجسم وتأثير ذلك على الصيام. أقول وبالله التوفيق، غياب عقل الشخص الصائم لا يفطره، بدليل أنك إذا نمت وأنت صائم فقدت الإحساس يعني إلى حد كبير، لا تدري ماذا يحدث حولك ولا يقول أحد إنك أفطرت. يبقى الكلام عن المحاليل الوريدية، هي تأخذ نفس حكم الإبر الحقن، فهل الحقن تفطر أو لا تفطر؟ النزاع في ذلك قائم، ولم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذا فيها أكثر من قول. هل هي طعام وشراب لأنها تغذي الجسم كالطعام والشراب، أم ليست طعاما ولا شرابا لأنها لا تدخل من مدخل الطعام ولا من مدخل الشراب ولا يستلذ بها ولا يقال إن متناولها أكل أو شرب، والحديث فيه يضع طعامه وشرابه وشهوته، فأختار الرأي القائل بأنها لا تأخذ حكم الطعام والشراب، والله أعلم.